كل عام وانتم بخير، وياكم اخوكم نواف النجم. طبعا احنا هنا مثل ما انتم شايفين في مسرح ميلان حولي، عندنا مسرحيه جديده اسمها حاميه حراميها، بطوله طارق العلي، هيا شعيبي، خالد البريتشي، شاب حاجي، احمد البارود، مي بلوشي، وانا طبعا وياهم وشباب حلوين. مسرحيتنا حيل حيل تينن. انا دوري المسرحيه ولد الشاب حاجية، وامي هيا شعيبي. طبعا ما اشبه هيا شعيبي كلش، فرق صبي مستهتر ما له شغل بحد بالبيت، كل همه بس سيايير ومشاخب ويجمع بالسيايير، يا فراري يا بورش يا ما ادري شنو. وهذه باختصار بقول لكم، انا ما قاعد لكم كل شيء عشان احرق لكم المسرحيه. ان شاء الله تيون هني ونشوفكم. هذا كل شيء.